شكر الوعر. اليوم اتممت لكم القابكم الى جمهور ترجى رياضي تونسي، هزيت لهم كل شيء. اي ما زلت تعطيهم حاجه؟ لا لا كمل سنين ونزي. حارس رقم واحد في تونس وقائد الترجي والمنتخب، مسيره بطوليه طويله مع الاحمر والاصفر وسجل حافل بالالقاب. الواعر يبقى الحارس اللي عول الترجي على خبرته وصنعته الكبيره للوقوف في وجه اعتى الفرق الافريقيه. شجاعة وحضور بدني وذهني وروح انتصارية كبيرة، الحارس يكفي باش يكون في نهاره حتى يتمان دفاع الترجي ويتمان الجمهور. شكري قائد مثالي وصاحب حضور كبير فوق الميدان. أسرار المهاجمين لغز فك رموز وشكر الواعر اللي كان المنقذ في كل مرة يبحث فيها الترجي على الفوز. اسم الواعر اقترن باسم الترجي، ومشوار الحارس في كأس الكؤوس الإفريقية شاهد على حصوله درجة الامتياز والإبداع. ودور نهائي كأس الكؤوس الإفريقية كان مناسبة أخرى أكد خلالها الواعر أنه حارس غير عادي، وأثبت أن الأجواء الإفريقية مهما بلغت قسوتها مش ممكن باش تأثر ولو بالقليل في ثقته الكبيرة وفي إمكانياته وفي قدرته أيضا على مواجهة كل المواقف، حتى لو تعلق الأمر بالتصدي لضربة جزاء تسجيلها قد يحرم الترجي من الحصول على كأس عنده طعم خاص. الواعر حدى أكثر من 50,000 متفرج، والخبرة الكبيرة قالت كلمتها، والخاتمة ما تنجمش تكون أحلى من العودة بكأس مش ممكن يرفعها إلا قائد في قيمة شكر الواعر.